بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مديرية أوقاف مطروح، 15 من شهر أغسطس، وصول الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي ومقدارها 2 طن من اللحوم. وصل لمديرية أوقاف مطروح الآن إجمالي 6 طن لحوم. اليوم الأحد 15/8 تصل إلى محافظة دمياط عربة صكوك الأضاحي الموجهة من وزارة الأوقاف بتعداد 2 طن. اليوم ان شاء الله الاحد الموافق 15/8/2021 تسلمت مديرية أوقاف القاهرة حصتها من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن. اليوم الاحد الموافق 15/8 تم استلام الدفعة السادسة من لحوم الأضاحي لهذا العام، ما تم استلامه حتى تاريخه 20 طنا. تصل اليوم الاحد الموافق 15/8/2021 تصل لمديرية أوقاف الدقهلية الدفعة السادسة من لحوم صكوك الأضاحي عدد 3 طن، ليكون إجمالي ما تم وصوله لمديرية أوقاف الدقهلية 21 طن لحوم صكوك أضاحي. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير.